10,000 يورو فقط هو المبلغ المسموح به سنويا لأي جمعية دينية تسعى للحصول على دعم مالي من الخارج. في حال تخطت هذا الرقم عليها التصريح به والإفصاح عن الممول تحت طائلة العقوبة. هذا ما توصل إليه نواب الأمة في فرنسا بعد تصويتهم على سلسلة قرارات تنظم مشروع التمويل الخارجي للمؤسسة الدينية ضمن ما يعرف بقانون النزاعات الانفصالية. هذه القرارات تتقصد المسلمين فقط دون غيرهم، وتوجيه أصابع الاتهام لهم والتحريض على شاشات التلفزة لا يتوقف، ولا أحد يحاسب هؤلاء. في المقابل صادقت الجمعية الوطنية على قانون جديد يجرم كل شخص يعرض للخطر شخصا آخر من خلال نشر معلومات مضرة به ومسيئة لحياته الشخصية من خلال شبكات التواصل الاجتماعي بالسجن 3 سنوات وغرامة تصل إلى 45,000 يورو. وأطلق على هذا القانون الذي يحمل رقم 18 اسم المدرس سامويل باتي الذي قتل قبل عدة أشهر. هناك إرادة سياسية حقيقية لمعاقبة العنف على الشبكات الاجتماعية، لكن الوسائل وآليات العقوبة ليست متوفرة حاليا، والدولة تعمل على ذلك. كما تمت المصادقة على القانون رقم 17 والذي يمنع الزواج بالقوة داعيا موظفي ورؤساء البلديات إلى التحدث بشكل انفرادي مع العروسين لمعرفة ما إذا كان الزواج قد تم دون موافقة أحد الطرفين. البرلمان الفرنسي أعطى الضوء الأخضر كذلك من أجل مناقشة إغلاق أماكن العبادة التي تدعو بحسبه إلى الكراهية لفترة تصل إلى 2 شهر، عقوبة رآها اليمين غير كافية بينما اعتبرتها بعض أحزاب اليسار عقوبة جماعية تطال كل المسلمين. محمد حجي، العربي، باريس.